للحديث عن ذكرى تحرير سيناء والمعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لاسترداد كامل ترابها الوطني في سيناء، ينضم إلينا على الهواء مباشرة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كل القادة العسكريون الذين تحدثوا عن حرب أكتوبر قالوا إن الاستهداف الأساسي كان الوصول إلى عملية تفاوضية تقود إلى استرداد كامل التراب الوطني. أسس التفاوض الدبلوماسي رسخت قبل الحرب ولا في أعقاب الحرب وما خلفته من نتائج؟ لا، مصر منذ العدوان 67 وهي تجهز كل وسائلها الدبلوماسية ووسائلها العسكرية ووسائلها المدنية وحشد تعبئة الشعب المصري. أنا أذكر أنني كنت أعمل في مستشارة للدكتور عبد القادر حاتم في سنة 70-71، كانت مشكلتنا أن نهدئ الشعب المصري الدؤوب لأن يحرر أرضه، خروج مظاهرات من الجامعة تطالب بتحرير سيناء. فكنا دائما يعني الإعلام يحاول أن يطمئن الشعب أننا لن نترك شبر واحد، وده حسب تعبير رحمة الله عليه الرئيس السادات، من أرض مصر. وبالتالي كان هناك شعور قوي جدا نحو تحرير هذه الأرض السليبة، لدرجة أن ليونيد برجنيف عندما قابل الدكتور حاتم وقتها وكان النائب الأول للرئيس السادات في مجلس الوزراء، وقال له: أنتم لا تعبئون الشعب المصري بشكل كافي. فرد عليه قال: الشعب المصري لا يحتاج لتعبئة، بالعكس. صحيح. الشعب المصري معبأ بالكامل. الفكرة أننا لن نعبئه إلا إذا كنا ننوي فعلا أو حددنا تاريخ المعركة. بل لعلك تذكر إن كنت تابعت في تلك الفترة أن كان جزء من وسائل التعمية الدبلوماسية هو يعني نوع من الاسترخاء الظاهري. وأذكر أن عندما قامت معركة 73 أنا كنت في آخر الدنيا في البرازيل، وجاءتنا رسالة من الرئيس أنور السادات. لا معلش سعادة السفير، أنا أسف على المقاطعة، لكن كلنا تقريبا سمعنا أو فهمنا وأدركنا أن هناك مناورة على المستوى العسكري أقادها الرئيس الراحل أنور السادات بفكرة تهيئة الأمور. نعم. على أن هناك حالة من الاسترخاء الشديد وأن مصر في هذه اللحظة لا تبدو مهيئة. نعم. بأي شكل من الأشكال لحمل السلاح. حضرتك تقول أن هناك مناورة تقريبا من ذات الصنف والنوع تمت على المستوى الدبلوماسي أيضا. نعم، أحكيها لك، لأن جاءتنا رسالة ونحن في البرازيل، وطبعا أرسلت الرسالة لكافة رؤساء الدول من الرئيس السادات يطلب فيها من رؤساء الدول مساعدتنا على الذهاب إلى مجلس الأمن واستعادة القضية عن طريق الحلول السلمية. بل أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وقتها الدكتور محمد حسن الزيات أرسل في بعثة إلى واشنطن لكي يبدأ محادثات يوم 6 أكتوبر مع كيسنجر، أي أن مصر اليوم اللي هي كانت تخبئه لبدء المعركة كان هو يوم مقابلة محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر لوزير خارجية أمريكا ليتحدث عن سبل تحرير سيناء سلما. وفعلا عندما ذهب الدكتور الزيات إلى مقابلته لكيسنجر، كيسنجر هو الذي قال له: لماذا أتيت؟ لقد بدأت الحرب. لأن طبعا حسب التوقيتات لما بدأت الحرب هنا في الساعة 2:05 بعد ظهر يوم 6 أكتوبر، أنا كنت في البرازيل كانت الساعة 7 صباحا. نعم. ونفس الشيء هيكون في الولايات المتحدة، ففارق التوقيت جعل الأنباء تصل بشكل مفيد للذين يقعون غربا. دي كان أحد وسائل التعمية التي نجحت جدا، أن العدو أخذ على غرة وبدأت قواتنا تعبر. وشاهدي في هذا لمن يريد أن يقرأ كتاب إسرائيلي صدر بعد هذه الحرب اسمه المحدال، أي التقصير، ليوري كيف حدث تقصير جسيم في جانب الاستخبارات الإسرائيلية أن لم تكن على علم ودراية بالتحرك العسكري، لأن التعمية السياسية التي جرت كانت على أعلى مستوى. ما الذي اختلف سعادة السفير في مضمار التفاوض أو مضمار الحديث؟ لأن حتى الوصول إلى سفر الدكتور محمد حسن الزيات إلى الولايات المتحدة يقود إلى خلاصة أن مصر لم تقطع باب التفاوض ولا الحديث مع الوسيط أو مع الطرف الأمريكي، بالأحرى لم يكن وسيطا ساعتها. ما الذي اختلف بين محددات التفاوض أو الحديث الدبلوماسي المصري ما قبل 6 أكتوبر وما بعدها وصولا إلى 25 أبريل 1982؟ طبعا بعد 6 أكتوبر أنت في مركز قوة، أنت أعطيت درسا
لإسرائيل أنها لا تسعى لتكرر لقاء مفتوح مع الجيش المصري. قواتنا المسلحة قامت يعني انتصار ساحق بكل المعايير. وأذكر وأنا على هذا البعد في البرازيل كانت مجلات أجنبية كالتايم ماجازين تكتب أن هذا انتصار عسكري غير مسبوق، مسألة عبور خط بارليف واقتحام هذا المانع الكبير، العبور في خط مائي اللي هو قناة السويس، كانوا يشبهون هذا بخط ماجينو الذي أقامه هتلر في وجه حلفاء واخترقوه، ونجحنا فعلا في أن ينهار خط بارليف وأن نعبر القناة، بل أن نعبر حتى الممرات ونعطي درسا قويا. من هنا يأتي قوة المفاوض، لأن فرق كبير أن تتفاوض وأرضك محتلة، بينما أنت كنت تتفاوض هنا وقد بدأت عملية تحرير واضح فيها قدرات قواتنا المسلحة على أن تحرر كامل الأرض. والخسائر التي حدثت في القوات المسلحة الإسرائيلية يضرب بها المثل في هذا الشأن. أذكر أن التايم ماجازين أيضا قالت بمعيار نسبة وتناسب تعداد السكان، لا فإن الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي وكأنها 1.5 مليون خسائر من الجنود في جيش بحجم الجيش الأمريكي، يعني كسرنا نسبة عالية من الجيش الإسرائيلي بالذات في خسارة الأفراد. وهو إسرائيل أكثر شيء يمكن أن يصيبها ليس السلاح، السلاح يمكن تعويضه، ولكن البشر طبعا كانت يعني ضربة قوية جدا بخسائر بشرية غير مسبوقة في أي حرب. سعادة السفير، عندما أجلس أنا أتفاوض في هذه الحالة مع أي طرف فأكون في مركز قوة. بحديث حضرتك هذا أن مصر عندما تتفاوض ما بعد 6 أكتوبر تتفاوض من مقعد القوة، من المقعد الذي قد لا يتحمل استقبال الإملاءات. ما الذي اختلف في مفردات الخطاب من الطرف الآخر وفي أدوات التعاطي الدبلوماسي ما قبل 6 أكتوبر عما بعده؟ في الحقيقة يعني هو طبعا إسرائيل جزء من صلف القوة هو الادعاء بما ليس لديها، وأحيانا يعني لا أريد أن أستعمل ألفاظ قاسية فنحن على علاقة الآن بإسرائيل، لكن هم أساتذة في اختراع الأحداث واختراع الأكاذيب والمباهاة بانتصاراتهم. وأذكر في حرب أكتوبر أن جاء أحد الوزراء من إسرائيل إلى البرازيل وتحدث للصحف، لكن أنا وأنا على هذا البعد من بلدي كنت أحس بمصدر القوة وأنا دبلوماسي على بعد 7000 ميل من مصر، لأن الإعلام البرازيلي جاء إلينا في السفارة في ريو دي جانيرو لكي يأخذ منا، ولم يعطي اعتبار كبير للإعلام الإسرائيلي، لأن واضح أنك تتحدث من مركز قوة. قواتنا فعلا حققت انتصار، فأصبح حتى الإعلام في العالم يصدقك أنت ويأتي إليك ويطلب الرأي والمشورة، وفعلا خدنا يعني خطوة إعلامية وتميز إعلامي على إسرائيل، لأن الإسرائيلي اضطر أن يتراجع خطوات لأن أكاذيبه لم تعد محل استماع من أحد. سعادة السفير، في مخيلة صانع القرار المصري الذي خطط وأدار الحرب وكان يدرك أن الحرب ستكون توطئة لعملية تفاوضية تنتهي باسترداد كامل الأرض، ما هو حجم التضحية الذي كان يمكن أن يبذل أو مساحة المرونة التي كانت متاحة لهذا التفاوض؟ الحقيقة أنا هنا يعني كان مطلوب جدا أن نثق في القيادة السياسية، قيادة الرئيس أنور السادات الذي هو كما أسميناه بعدها بطل الحرب وبطل السلام، هو الذي اتخذ قرارا يعني شجاعا جدا بأن يبدأ حرب في هذه الظروف وبعد احتلال كامل الأراضي في سيناء، قاد حربا انتصر انتصارا ساحقا، هو نفسه الذي تفاوض، فكان ينبغي أن الأمة تعطيه تفويضا كاملا بالتفاوض. وأذكر يعني لازم يذكر الجيل الحالي الذي لم يعش فترة قرار الرئيس السادات بأن يتفاوض وهو من مركز قوة وأن يزور القدس، أن الشعب المصري خرج ليقابل الرئيس السادات في مطار القاهرة بالملايين وترحب بهذه الخطوة، فأعطينا للرئيس تفويضا كاملا بالثقة، فأي ما كان الرئيس يتفاوض عليه كنا وراءه ونقبله ونضحي من أجله. من هنا الحقيقة العملية السياسية كانت جيدة، إدارة الموضوع السياسي كانت جيدة،
ثم بدأت مفاوضات الشهيرة كامب ديفيد التي انتهت بعملية السلام، ثم بدأ الانسحاب، والكل كان يشكك في أن إسرائيل ستنفذ ما تعهدت به في كامب ديفيد وفي واشنطن. حتى أن ليس سرا أن وزير خارجية مصر محمد إبراهيم كامل قدم استقالته، لأنه وهو صديق للرئيس السادات لكنه كان يشك في أن إسرائيل ستنفذ تعهداتها. هنا يأتي دور السياسة ودور الوسيط الأمريكي، لأن الرئيس كارتر الحقيقة يجب أن يعني يذكر بالخير في التاريخ المصري، أعطى تعهدا واضحا للرئيس السادات أن ما سيتم الاتفاق عليه سوف ينفذ دون أدنى تردد، وبالتالي كانت هناك جزئية فيها مغامرة أن الرئيس السادات قبل أن يوقع اتفاقا لا يضمن ما إذا كان مناحم بيجن سينفذ الشق الإسرائيلي منه، مثل كانت هناك مستعمرتين في داخل سيناء، إحداهما اسمها ياميت والثانية على قرب رفح، ومناحم بيجن أصر على ألا يكتب بالانسحاب، لأن الانسحاب حسب ما ادعى يقتضي موافقة الكنيسة أولا، فقبلنا هذه المغامرة بأن ننتظر عليه قليلا حتى يأتي بموافقة الكنيسة الإسرائيلية على الانسحاب، علما بأن في العقلية الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية كلمة الانسحاب وبالذات الانسحاب الكامل مسألة مرفوضة، حتى أنك لما تأتي في الاتفاقات التي عقدتها إسرائيل بعد ذلك مع الأردن تخلت عن أماكن وتركت أماكن، يعني حدث تبادل في الحدود بحيث لم يرجع لنفس الحدود، رجع لحدود شبيهة. ومن هنا تأتي عملية طابة. عملية طابة كان المقصود منها هو أن يثبت أنه خرج من مصر إلا جزء اللي هو 800 متر، يعني اللي يروح طابة حيجد فعلا لما تنزل حضرتك وتنظر من شرفة الفندق تجد أنك ترى حدود مصر وحدود إسرائيل والأردن والسعودية بنظرة عين واحدة، المسألة كلها كيلومترات قليلة. وكانت تريد إسرائيل بهذا أن تثبت أنها لا تنسحب أبدا من كل الأراضي. شيمون بيريز اللي كان وزير خارجية لاحقا شرح لنا مرة في محاضرة أنه في من الجيل الذي عندما كانت إسرائيل تصحو من النوم فتجد أنها ما زالت على قيد الحياة يقول الحمد لله، ثم إسرائيل توسعت فصار لما يصحو من النوم ويجد أن حدود إسرائيل منتشرة يقول الحمد لله. حذرنا من وجود جيل اللي تولد في إسرائيل سنة 67 عندما بدينا المفاوضات، هذا الجيل رأى بلده تقف على حدود قناة السويس، وكلمة الانسحاب لها يعني حساسية مؤلمة لدى الرأي العام الإسرائيلي، وقد أجبرناها أن تنسحب حتى من 800 متر الباقية في طابة. من القرارات الشجاعة وقتها أنهم ادعوا أن الفندق الذي أقيم كان اسمه سونيستا وقتها كان يملكه يهودي إسرائيلي وأنه تكلف 60 مليون دولار. طيب سعاد سفير معلش يعني تفاوض. أنا في هذا الإطار الدكتور فؤاد سلطان وزير السياحة دفع هذا المبلغ في يوم واحد حتى لا تكون هناك حجة أو ما يقال بمسمار جحا عن طريق الفندق. أنا في هذا الإطار والإشارة اللي حضرتك أشرت إليها لاستقالة الوزير محمد إبراهيم كامل وقتها ودون الخوض حتى في تفاصيل تبعد عن الواقع المصري، لأن المفاوضات وقتها كانت أبعد ربما حتى عن مفاوضات مصرية إسرائيلية مباشرة، أنا أسأل عن منطق التفاوض الذي يقتضي إظهار أكبر قدر من المرونة وبأنه ليس هناك إمكانية لأن ينال طرف كل ما يريد. مصر كانت منذ اللحظة الأولى تقول أنها ليست على استعداد لأن تفرط في شبر واحد من أراضيها، كيف أمكن الوصول إلى عملية تفاوضية لا تظهر فيها مصر المرونة اللازمة على مستوى التخلي عن أي مساحة جغرافية والانتهاء بها إلى استرداد كامل التراب الوطني؟ أتحدث على المستوى الدبلوماسي طبعا. لأن المرونة في الجانب الآخر هي المعادلة، المعادلة ذات شقين، الأرض مقابل السلام، وهذا هو ما فهمه إسحاق رابين، وأنا أعتقد أن اغتيال إسحاق رابين أصاب السلام بضربة قاتلة أفسد السلام مع سوريا، فبالتالي مصر كانت تعرض الأرض مقابل السلام، وبالتالي أعطينا إسرائيل الاعتراف بوجودها، عدم يعني تهديد حدودها التي كانت قائمة داخل حدود الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تنص عليه المعاهدة، وبالتالي هذه المرونة الوحيدة التي قدمها الجانب المصري. ثم موجود في الاتفاقيات وتفاهمات كامب ديفيد أن هذا يمكن أن يتكرر على الجانب الفلسطيني مع الجانب الأردني مع الأجزاء التي احتلوها في الجولان، وبالتالي كانت
يعني تفاهمات كامب ديفيد وضعت الأساس الذي بناء عليه يمكن لأي مفاوض عربي لاحقا يتفاوض. هذه المرونة الوحيدة التي قدمناها، أننا نمنح إسرائيل السلام والحق في العيش. وبالمناسبة هذه مسألة ليست قليلة، أنا يعني وقد عينت لاحقا مديرا لإدارة إسرائيل، فكنت أشعر من الجانب الإسرائيلي أنه ممتن لأن مصر أعطته حق الحياة، وهذا تنازل كبير جدا، لأن كنا لا نعترف بوجود إسرائيل من الأصل. نحن نعم قدمنا تنازل، وإن كان ليس في شكل أراضي وإنما في شكل اعتراف بدولة تقوم على الأراضي الفلسطينية، لأن أمر واقع هناك 6 مليون من اليهود مقيمين على هذه الأرض، وكان من المنطق أن تعترف بأن لهم حق البقاء فيها، ومع اقتسام الأراضي مع السلطة الفلسطينية، إما في دولة كبيرة تضم العرب والإسرائيليين، أو في دولة مقسمة إلى دولتين، قسم عربي وقسم إسرائيلي، وهذا ما قبلت به إسرائيل. ثم امتدت حتى المفاوضات بعد ذلك في مدريد وغيرها، ووضعنا الأسس اللازمة لعملية السلام. القمة العربية في بيروت سنة 2002 عادت إلى الحق وقبلت بالمنطق والمبادئ التي وضعتها مصر، لأن العرب ارتكبوا الحقيقة أكبر خطأ في حق أنفسهم عندما قطعوا مصر بعد اتفاقية السلام، ثم عادوا بعد أن اتفقنا في 79، جاءوا في 2002 في بيروت القمة العربية أقرت أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو أكبر تنازل من جانبنا، ويا ليتنا استمرينا في هذا لكنا ما وقفنا الآن هذا الموقف المؤسف بالنسبة للجولان أو الأراضي حيث لم يعد ينفع الندم. وأنا لذلك كنت حريص وأنا أسأل حضرتك على أن نركز الحديث على الجانب المصري، لأن المسألة كانت متشعبة أكثر وكانت أعقد بكثير من أن تصاغ في شكل مبسط. سعادة السفير، ما الذي اختلف في تركيبة البيئة الدولية والمجتمع الدولي ما بعد استرداد مصر؟ أنا أتحدث أيضا عن واقع استرداد مصر لكامل التراب الوطني، وليس الأمر محصورا على حرب التحرير، حرب 6 أكتوبر. عاوز أوضح نقطة حساسة لو أذنت لي. تفضل. لأن بعض الذين ينتقدون معاهدة السلام يقولون أن عندي المناطق ألف ب ج د وأن فيها تخفيف للقوات. نعم، المنطقة ألف حتى الممرات فيها قوات مسلحة مصرية كاملة أكثر مما نحتاج، المنطقة ب قوات خفيفة ليس فيها أسلحة ثقيلة، ثم الحدود يحرسها قوات حدود. لكن نسينا الذين ينتقدون، نسيوا أن المنطقة دال اللي هي داخل إسرائيل منطقة منزوعة السلاح أيضا. وخذ الوضع الراهن، وعندما احتاجت مصر أن تحارب التسرب والإرهاب الذي يتسلل إلى أراضينا، لدينا قوات مسلحة والحمد لله تكفي للدفاع عن سيناء بكل أشكال الدفاع. إذن هذا الوضع بتاع تخفيف عدد القوات في مناطق معينة هو من نسميه إجراءات بناء الثقة بين الأطراف التي كانت متحاربة، وهو موجود في أوروبا، وهو موجود بين أمريكا وروسيا. واسمح لي معلش أستطرد هنا وأقول، هل يستطيع سلاح الطيران الأمريكي أن يعبر الأطلنطي ذاهبا إلى أي بلد في أوروبا منطقة سلاح دون أن يخطر الاتحاد السوفيتي أو روسيا الآن؟ طبعا هذا محال، لأن إجراءات بناء الثقة تقضي أنك إن كنت تحرك قوات بشكل كبير في اتجاه حدودك أن يتضح للأطراف الأخرى أنها قوات لا تقوم بأعمال عسكرية مضادة لهذا الطرف. خذ الوضع المعقد في سوريا الآن، وقيام إسرائيل بإسقاط طائرات روسية مرة، وتركيا أسقطت طائرة سورية مرة، وهكذا. ده سبب عدم التنسيق، لأن من الصح في فترات وسعد سفير يعني لأنه وقع التعامل السوري ثقة بين الأطراف. وقع التعامل السوري مع إسرائيل منذ الرئيس السابق حافظ الأسد أيضا يبدو حديثا مختلفا، وفيه تعقيدات أكبر بكثير أيضا من أن تصاغ على نحو مبسط. أعود مجددا، اسمح لي أعفي الرئيس الأسد الحقيقة من هذا، لأن الرئيس الأسد حتى النهاية هو وإسحاق رابين كان قد وصل إلى تفاهمات اسمها تفاهمات رابين، وأن إسرائيل أعلنت لنا صراحة أنها لا تطمع في الأراضي السورية في الجولان. تعقيد الأمور، اغتيال رابين ووفاة الرئيس حافظ الأسد ثم التشدد على الجانبين أدى إلى الموقف الذي نقابله الآن. طيب. لكن أنا شخصيا اسمح لي أن أقول وبحكم خبرتي المتواضعة، لا مستقبل لإسرائيل طالما احتلت الجولان
وطالما اعتدت على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعهدت بأنها تكون جزء من السلطة الفلسطينية. ما الذي اختلف سعادة السفير في تركيبة المجتمع الدولي إذا كان الأمر أوسع نطاقا، أو في نظرة المكونات الدولية الوازنة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ثم أفول الحقبة السوفيتية، في نظرة كل هذه القوى للشرق الأوسط والمنطقة العربية؟ هجيب لك مثال من الآخر عشان تعرف إحنا فين. لما حدث يعني المغامرة الأمريكية الإسرائيلية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل واحتلالها للجولان وذهبنا إلى مجلس الأمن وأخفق مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، 14 عضو في مجلس الأمن صوتوا معنا، وكانت أمريكا هي الوحيدة التي صوتت بالفيتو. فذهبنا إلى الجمعية العامة، 150 دولة صوتت معك و40 دولة صوتوا بالامتناع، وأمريكا وإسرائيل فقط هم اللي صوتوا على هذه الخطوة. ده شكل العالم معك. إذن إفريقيا معك. كنت أتحدث منذ قليل مع أصدقاء، انظر لإفريقيا التي تدعو في كل قمة إفريقية الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، وهو ليس إفريقيا، إنما هذا يعطيك فكرة كيف أن إفريقيا تقف معنا. واسمح لي أن أقول عن خبرة وممارسة، ليس حقيقيا أن إسرائيل متسللة في إفريقيا وأنها تتفوق، هذا كلام. لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة تتفوق على الوجود المصري في إفريقيا. وجود يعود إلى حركات التحرر، جمال عبد الناصر وزعماء إفريقيا، فترة بطرس غالي والانتشار الإفريقي، ثم كنا صحيح حصل بعض التراجع مع إفريقيا في نهاية حكم الرئيس مبارك نتيجة السن وعدم تحركه. خذ أمريكا اللاتينية، معروف أن أمريكا اللاتينية أن الدول الأمريكا اللاتينية كلها ما عدا دولة صغيرة يمكن ما حد سمع عليها هي اللي تاخد موقف مضاد، لكن كل أمريكا اللاتينية تصوت معك. الصين وروسيا ودول آسيا كلها تقف معك. الجديد بقى النهاردة أن الاتحاد الأوروبي رفض بتاتا أن يعترف بالتوسع الإسرائيلي الأخير، بل من مدة ونحن نتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعقد الاتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، قام الاتحاد الأوروبي بأخذ موقف ما زال يتمسك به ويزايد عليه. سعاد سفير، ما تستعرضه، معلش، لا يعترف، ما تستعرضه، أنا آسف، لكن ما تستعرضه حضرتك من العلاقة أو النظرة اللاتينية لقضايا المنطقة وتحديدا لصراع من هذا النوع، أو هذا الصراع تحديدا مرتبط بالسلوك الأيديولوجي لهذه الدول، مرتبط بنظرة بعض حكام إفريقيا تحديدا في العقدين الماضيين لأنماط الاستعمار والاحتلال وما إلى ذلك، ولا مرتبط بالتغيرات التي طرأت ما بعد 6 أكتوبر وما بعد استرداد كامل التراب في 82؟ الاثنين، لأنه في الواقع أن المجموعة اللاتينية والمجموعة العربية تبادلتا التصويت كل مع الآخر. يعني دائما وقفنا وراء مطالب أمريكا اللاتينية في الاستقلال أيضا والتحرر، وقفنا مع كوبا في أيام أزمتها مع الولايات المتحدة. أنا خدمت في البرازيل كما قلت، والبرازيليون يعشقون شيء اسمه مصر، لأن إحدى وحدات الطوارئ اللي كانت موجودة في سيناء قبل حرب 73 كانت وحدة برازيلية، يشيدون بمصر إشادة قوية. ففي مصالح متبادلة منذ القدم، ثم جاءت حرب أكتوبر ورفعتك في السماء أيضا أنني أساند قوة معتبرة هذه. وبرضو عاوز أكمل مسألة أن أوروبا لا تعترف بالمستعمرات الإسرائيلية الموجودة على الأراضي الفلسطينية، ولا تقبل أن تستورد منها بأي مزايا إلا إذا أنها تقول أن هذه أراضي فلسطينية حتى الآن. ومؤخرا في الأسابيع والشهور الماضية جددت أوروبا هذا الموقف مرارا وتكرارا، وأنها لا تعترف بالتحركات الإسرائيلية الجارية في الأراضي المحتلة. هذا موقف الحقيقة يعتبر انتصار للدبلوماسية المصرية وانتصار للدبلوماسية العربية، ترجع إلى أننا أقمنا في السبعينيات بعد حرب 73، وكان هناك عداء قديم بين العرب وأوروبا نتيجة أن هي احتلونا واستعمرونا وما إلى ذلك. لكن القمة العربية في الجزائر سنة 74 أطلقت فكرة حوار عربي أوروبي، استمر هذا الحوار وما زال مستمرا. نجحنا فيه أن نجعل الأطراف الأوروبية كلها تدعمنا، تقف معنا وتقف مع الحق الفلسطيني. وده الحقيقة يعتبر يعني حيوية شديدة للدبلوماسية المصرية والعربية على غير ربما يتحدث الناس. سعادة السفير، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تصريح في كلمته في إحدى الندوات التثقيفية
تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى 6 أكتوبر، كان يقول فيها أن هناك إدراكا لدى ذلك الطرف بأن ما جرى في 6 أكتوبر عام 73 قابل للتكرار والتكرار بشدة أينما دعت أو حيثما دعت الضرورة. ما هي أدوات الردع التي نمتلكها الآن على المستوى الدبلوماسي؟ أتحدث بحكم أننا نتحدث مع أحد أعضاء الخارجية المصرية والطاقم الدبلوماسي سابقا، ما هي أدوات الردع التي يمكن لمصر أن تحوزها على المستوى الدبلوماسي في هذه المرحلة؟ ما هو إحنا ادينا المثل وأوضحنا أن القوات المسلحة المصرية في تاريخها الطويل ما عدا استثناء حرب أو عدوان 67 قامت بدور مشرف في حماية أراضيها، وأن من يفكر ولو تفكير أن يقترب من الأراضي المصرية سوف تقطع يده وتقطع أقدامه. القوات المسلحة المصرية أعطت المثل وهي على استعداد أن تعطي هذا المثل مرارا وتكرارا. خذ حجم التسليح الذي تقوم به قواتنا المسلحة، وأيضا فكرة تنويع السلاح، وهي مسألة أحيانا تصيب أصدقائنا في أمريكا ببعض الضيق، لكن لدينا مصادر للسلاح قوية. معروف ليس سرا أحجام القوات المسلحة في أي بلد، وبالتالي هذه هي قوة الردع الحقيقية. فأنا هنا وأنا مفاوض وأنا في أي مكان أتكلم باسم بلدي سياسيا، طبعا السياسة تعلو ونتكلم، لأن الكل يعلم أن إذا فشلت السياسة يقوم المدفع. هذا هو الردع الحقيقي، وبالتالي أنا أنبه أو ألفت النظر إلى أن مصر عبد الفتاح السيسي بدأت فعلا في عملية تسليح قوية. قواتنا المسلحة تستطيع أن تمد ذراعها إلى أي مكان يقترب أو يكون له صلة بالحدود المصرية، وتحمي حدودنا ومصالحنا فيما يسمى بالمجال الحيوي، ليس فقط حدود مصر، وإنما أيضا خذ مثالا ما اكتشافات الغاز والبترول في ساحل البحر المتوسط. سعد سفير، يعني حتى قوة الوضع الدبلوماسي حضرتك تحيلها إلى متانة الوضع العسكري لهذه الدولة. هو أصلا أنا عاوز أقول حاجة، وإحنا بندرس الدراسات العسكرية بتتكلم على حاجة اسمها القوة الشاملة للدولة. ما هي القوة الشاملة للدولة؟ هي شعب وإقليم وأرض ونهر عظيم وقوات مسلحة وقوات ضاربة ودبلوماسية موجودة في كل العالم. أحد مظاهر القوة، انظر حولك في القاهرة لتجد أن القاهرة أكبر عاصمة في العالم تستضيف بعثات أجنبية. السفارة الأمريكية في القاهرة هي أكبر سفارة أمريكية في العالم. السفارة السعودية أو الإماراتية في القاهرة هي أكبر سفارات في العالم، بل أكاد أقول أن السفارة السعودية في الجيزة وهي مبنى ما شاء الله أكبر من مبنى وزارة الخارجية نفسه. ده يوريك أن أنا موجود في كل العالم، وأن العالم يقدرني، وأنا ساعات أقول أن ده إيراد للعملة الصعبة أيضا. ما تنساش أن أي سفارة من هذه السفارات، بالذات السفارة الأمريكية، واقرأ القائمة الدبلوماسية ستجد أن السفارة الأمريكية في القاهرة فيها دبلوماسيين قد الدبلوماسيين المصريين في العالم كله. ده اهتمام، ده تقدير لوضع القاهرة، اتصال دائم بكل النواحي، علاقات قوية ومتينة مع كل أطراف العالم. الحقيقة اللي أنا معتز بيه النهاردة وده مصدر قوة، لا توجد دولة في العالم في حالة عداء مع مصر، وليس لدينا أبدا ما يبرر وجود عداء بيننا وبين أحد. إن كان هناك انحراف أردوغاني أو انحراف من بعض الدول الصغرى في العالم العربي فهذا استثناء وليس القاعدة. شكرا جزيلا لحضرتك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق منضما إلينا على الهواء مباشرة. أشكر انضمام حضرتك، شكرا جزيلا. كل عام وحضراتكم بخير دوما بمناسبة شهر رمضان المعظم وبمناسبة الذكرى 38 لأعياد تحرير سيناء. بعد دقائق بإذن الله تلتقون وجولة إخبارية جديدة في أمان الله.